الفضاء الاول ايه يعني اكو داخل يقدر واحد ممكن بس ما نازل السقف كله من ينزل السقف كله بحاله واحده الدنق والاساسات كلها تتفجر يلا ينزل السقف عدل مثل ما صار هنا يقولون انه داعش فجر داعش تحصن ولكن ترى هم هنا تحالف الدول ولا الاخوه فاتوا علينا من الطوب خلصوا المكافاه الترعب هاي امانه انا مو بعجو بيتنا فوتوا عنها بس انهمتنا هم اليوم حضرنا إلى موصل الجديدة مكان الحادث المأساوي والكارثة الإنسانية التي حصلت في هذا المكان طبعا واضح بأنه دمار تقريبا دمار شامل لهذه المنطقة ولهذه الأحياء أكيد أنه شفنا من بعض الأهالي بأنه الدواعش تتحصن يعني يجبرون الناس بأن يكونوا في مكان واحد ولا يسمحون للعوائل أن يعني أن يذهبوا حتى يكونوا دروع بشرية لهم طبعا هذه الحالة سوف تتكرر حالات أخرى لأنه اليوم سمعنا في منطقة اليرموك أيضا محتجزين 200 شخص ويقاومون مقاومة كبيرة من إحدى البيوت حتى تضرب طائرة أو يضرب القطعات الأمنية وبالتالي تثار ضجة هناك من يريد أن يعني يضرب أو ينسف هذه الانتصارات ويعني ينهي هذه الانتصارات بهذه الأفعال لأنه داعش خسر المعركة خسرها بصحيح يعني في الموصل ولم تبقى له إلا العمليات الخبيثة اللي هي إجبار الناس أن يكونوا في مكان ومن ثم يطلقون النار وتستهدفهم طائرة أو ما إلى ذلك وبالتالي تكون كارثة أنا من هذا المكان ومن هذا المنبر ومن مكان الحادث أطلب من السيد العبادي والحكومة العراقية بأن يعتبرون كل هؤلاء هم من الضحايا كلهم شهداء ويكون لهم حق الشهيد وامتيازات الشهيد وأيضا أطلب بأن تعوض الدور في هذه المكان لأنه كارثة إنسانية لا يستطيعون المواطنين بناء بيوتهم مرة أخرى أطالب من السيد العبادي والحكومة العراقية وأيضا أطالب البرلمان بأن يكون لهم تعويض مباشر يختلف عن التعويضات الأخرى يعني تعويض مباشر لهؤلاء يعني حتى وإن كان أكو سرة أو مثلا امتيازات معينة يكون هؤلاء قبل كل الناس اليوم يعني صراحة شيء يحزن ويدمي القلوب هذا الشيء اللي قاعد نشوفه ولكن قدر الله ما نقول إلا إن شاء الله الله يرحم شهدانا وأن لا تتكرر هذه الكارثة لأنه إذا تكررت هذه الكارثة سوف يكون إشكال كبير وينتصر العدو بهذه الدعايات التي يريد أن يحبط فيها يعني انتصاراتنا والشيء الذي تحقق في مدينة الموصل.